صباح الخير مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. نحن معكم مباشرة من طرابلس وتحديدا من أمام مصرف لبنان، حيث يتجمع في هذه الأثناء مجموعة كبيرة من عمال بلديتي الميناء وبلدية طرابلس أيضا للاحتجاج أمام مصرف لبنان. يعني هذا المصرف أصبح بالفعل محجا للمحتجين من كل حد من مصوب عمال البلدية والموظفون العامون وأيضا الناس العاديون. اليوم يعود عمال بلدية طرابلس كما نشاهد الآن في هذه الصور المباشرة، يعودون مع النقيبين شادي السيد وعمر دلال إلى مصرف لبنان، ينفذون هذه الوقفة الاحتجاجية الغاضبة أيضا أمام المصرف. طبعا الأمر بات معروفا لكل الناس، هذه الاحتجاجات المتواصلة لعمال بلديتي الميناء وطرابلس هو على خلفية عدم تسليمهم رواتبهم على منصة صيرفة وتأخر المصارف الأخرى أيضا بتسليمهم معاشاتهم. لذلك يواجه العمال المصارف في كل مرة أو عند رأس كل شهر يعني هذه الخطوات التصعيدية التي وعد بها العمال والنقباء من طرابلس مرات عديدة. نشاهد وإياكم اليوم تنفيذ هذه الاعتصامات وهذه التهديدات أو هذه الوعود التي قطعوها على أنفسهم وعلى من يمثلونهم من عمال في كلا البلديتين. هذا المشهد يعني الكبير يقابله اجتماع اليوم للاتحاد العمالي في العاصمة بيروت. حيث يعقد اليوم اجتماع في الاتحاد العمالي العام للبحث في شؤون رواتب القطاع العام وللحث على انتخاب رئيس للجمهورية باعتباره يعني بداية لحل الأزمات. ويشارك أيضا في الاجتماعات رئيس الجامعة اللبنانية كونها أيضا أحد المتضررين الأساسيين من هذه الأزمة ونقيبي الصيادلة والمستشفيات. وكان يعني رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر أكد رفض دولرة القطاعات العامة الشاملة بوقت لا تزال رواتب العاملين تدفع بالليرة، يعني إما أن تكون كل الرواتب أيضا بالدولار ودولرة الاقتصاد أو المؤسسات التجارية، أو رفض تام لكل هذه الفكرة. وكان أيضا نقيب الصيادلة جوسلوم كان قال في وقت سابق لا خيار إلا بالإضراب المفتوح والتحرك الشامل إلى حين انتخاب رئيس البلاد وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية والشروع بخطوات إنقاذية إصلاحية. إذن مشاهدينا الكرام، نحن نشاهد إياكم هذا التحرك للاتحاد العمالي العام في طرابلس في الشمال. يا احمد طبعا يقوم العمال في هذه الاثناء باحراق هذه الاطارات المطاطيه. يا بابا يا
إذا مشاهدينا الكرام عم نشوف لك أن العمال يقومون بإحراق هذه الإطارات المطاطية الآن أمام مصرف لبنان. أيضا على مجموعات الواتساب يعني في الشمال كان هناك دعوات للمشاركة في هذه الاعتصامات وهذه الاحتجاجات أمام المصارف كافة نظرا لأنها هي يعني مشاهدينا الكرام الصورة أبلغ من أن نقول أي شيء، يعني هؤلاء العمال عمال بلدية الميناء وعمال بلدية طرابلس ومعهم مجموعة من الموظفين العامين في الإدارات العامة. يعبرون بهذه الطريقة إذن عن غضبهم حيال كل الأمور التي يعني باتت معروفة، هذه المطالب وهذه خلينا نحكي مع النقيب عمر دلال. بالفعل هذا ما يقوم به العمال الآن، يعني هو على ما يبدو هذه هي الخطوات التصعيدية التي وعد بها العمال. نائب عمر خلينا نأخذ المشهد خلينا نحكي مع نقيب شادي. السيد نائب شادي يعطيك العافية. نائب بدنا ناخذ منك كلمة سريعا. يلا على ما يبدو حيكون في كلمة للنقيب شادي السيد لكل الصحفيين يعني الموجودين هنا أمام المصرف. هذه
يعني هذا هو التصعيد ربما يلي عم نشوفه هلا، وهذا دخان المتصاعد من الإطارات المطاطية. هذا هو الغضب يعني الذي وعد العمال بتنفيذه مرات ومرات عديدة أمام المصارف. سنستمع إلى النقيب شادي السيد، نقيب العمال، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الشمالي. احمد يلا شباب يحيى شباب هيك خليكم هيك لورا شباب زكريا علي كمان عربوا عربوا هيك لورا لورا يا حبيبي لورا ايدي نحط الميكرو من هون كده هذا يلا واحده واحده طول لكم علي لكان شوي نحك ليكم يلا جاهزين نحك روعه علي علي الميكرو نحك يلا لا منو لا لا لسه اكثر لا لسه غطيت لي الامضون غطيت لي الجديد اكثر معي وقت منك طب انه ماما في صوبيه خليني خمسه يلا نبلش صباح الخير يسعد صباحكم شكرا للاعلام لانه عم بدل يواكبنا بالحق نحن بدنا نقول لك بس كلمتين لحكم مصرف لبنان هيدي عمال بلديه طرابلس ومين وشرطه وموظفين وبلديه المينا شرطه وموظفين هذول ما عم ياخذوا حقوقهم امبارح طلعوا لنا على التلفزيون وتعملنا على المنصه وعلى المنصه هذول ما اخذوا سعر منصه ابدا هذول انت عم يصير عليك اتفاق من كل اللبنانيين يا حكم مصرف لبنان بده يخلوك ويمددوا لك كيف بدهم يمددوا لك وانت ما بتعطي حق هيدي العمال وهيدي الموظفين هيدي العمال والموظفين اهم منك هيدي العمال المصريين بده ياخذوا حقوقهم نحن ما نسمح الا ما ياخذوا حقوقهم بدنا اياهم يقبضوا على سعر صرفه ان كانت الخزينه مسروقه او المصرف مسروق هذا منو شانهم ما في عم يتحكموا ما في عم ياكلوا ما في عم يودوا ولادهم على المدارس نحن بنطالبك من هون يا حكم مصرف لبنان يلي خربت لبنان بدك كيف تقول لهيدي المصريين يلا عمر نرجع عند النائب احمد اول شغله ما ضل حدا ما حضر المقابله تبعت حكم مصرف لبنان امبارح لا يا صغيري عمر حبيبي اتفضل ما ضل حدا ما حضر المقابله تبعت حكم مصرف لبنان امبارح يعني كذب وسلينا انت عم طول عم تدعم القطاع العام وعم تدعم القطاع الخاص وانت مشغل منصه للافراد ليستفيدوا منها يا انت كذاب يا المصارف كذابه واحده من الاثنين نحن هلا صار له وقفه صايره في اكثر من 3 شهور وهلا اخر شيء ببلغونا بدهم يبلشوا يدقوا بمعاشاتنا، معاشاتنا ما حيعطونا اياهم على صيرفه، ما نحن معاشاتنا نحن وبلديه المينا وكل عامل بها الطرابلس معاشه ما بيتخطى ال5 مليون، ال5 مليون فيك تعيش فيها انت او فيك تعيش انت والوحوش اللي داير من دورك انتوا عيشتونا انتوا اللي وصلتونا لمرحله التصعيد. نحن طول عمرنا منحب لهالمدينة والسنة منحب لهالمدينة انتو عم تجرونا على المشاغبة انتو عم تجرونا على التصعيد انتو عم تجرونا لتقولوا عن جد انه نحن ارهاب انتو عم تعملونا ارهاب انتو اذا انتو في شيء اسمه انتاج للارهاب هو انتو الملوك تبعونه الله يزلكم وينتقم منكم الله يفزعكم بولادكم مثل ما عم تضرونا بولادنا امين ويخني زير يا عدالة انسينية اللي بده يمس بلامة عايشنا ما عنا شي نخسره وما حنكتفي بقصة حرق دوليب يعني ترقبوا منا كل شي بيخطر ببالكم لانه ما حدا قادر يعيش بخمسة مليون اللي قادر يعيش بخمسة مليون يجي لنا نحن لنا قطعين طرق ولنا سبيحة ولنا بنمشي بعوامر من حدا حاجة تكبوا بيانات واخبار مغلوطة وما بعرف شو هالعمال نزلت من وجع هالعمال بتقبض 5 مليون اللي ما له مصدق يروح يعمل كشوفات بالبلديات 5 مليون مين بيقدر يعيش فيها اقل اجار بيت 100 دولار انتوا اللي عم تخلونا نصير زعران انتوا اللي عم تجرونا لمحل نحن ما بدنا اياه قربنا ابن مرسلي قرب انت لعنا خليكم مثل ما انتم اعطونا شوية فرصة نرتاح
يلا. اول شيء بنقول يسعد صباحكم، بنقول لحاكم مصرف لبنان تعميم 161 طابوبه، بنقول لحاكم مصرف لبنان بنقول له التعميم 161 طابوبه، لانه حرام عليكم هيدي العالم كلها مثل ما قال اخي عمر دلال كلها نحن شريتنا 5 مليون ليره، 5 مليون ليره ما بتعمل ما بتعمل ما بتعمل مع الضرب اثنين مع المعاشات وكلته ما بيعمل 5 مليون عم يطول اخي 5 مليون ليره 5 مليون ليره المعاشات كلها 5 مليون ليره مع البدل نال ومع كل شيء، كله ما بيطلع ما بيوزن 50 دولار، لك يا عمي والله العظيم انه نحن عم نطلبك بس انه لك طبق تعميم 160 اللي انت طلعته كنت مطبقه علينا ومشي حالنا ما احلنا، هلا بتطلع تبع التغطيه للمصارف تتقاذف المسؤوليات ما بين المصرف وما بين البنك اللي انت موطن فيه، يعني ما بعرف شو الموضوع يا عمي، معقوله بشطحة قلم منك انت عم تعيش 500 600 عائله، لك معقوله؟ لك يا عمي بنقول له من هون ما تخلونا نحن نصير زعران، نحن منا زعران، اهل طرابلس كل عمرهم اوادم وشرفاء وكل العالم تشهد لنا انه احنا شرفاء واوادم، بس ما تخلونا نصير زعران، انتوا اللي عم انتوا اللي عم توصلونا نصير زعران، يا عم اتركونا بقى نعيش بس. يلا شباب اسمعوا يلا هو شكرا شكرا لكم. اذا هذه هي كلمات النقيب شادي السيد والنقيب احمد مرسلي ونقيب ايضا عمر دلال نقيب عمال بلدية طرابلس. مشاهدينا الكرام نحن سنبقى هنا لنتابع اخر هذه التطورات التحركات يعني من امام مصرف لبنان في طرابلس، نشوف شو راح يكون ردات فعل ايضا المسؤولين لانه حيكون في تواصل مع بعض المسؤولين وعليه راح يقرر بعد شوي المتجمعون هنا ما اذا كانوا سيبقون في هذا في هذه النقطه ام سيحلون هذا الاعتصام ريثما يعني يكون هناك في حلحله لهذه المشكله التي يعانون منها مرارا منذ اكثر طبعا من 6 أشهر من الان. مشاهدينا الكرام هذا كان كل شيء من امام مصرف لبنان، كنت معكم انا بلال المرعبي وزميلي على التصوير مهدي فتاح، شكرا للمتابعه والى اللقاء.